الأسرة لأولاده ولزوجته ولأولاده طبعا اللي هم متعزيين جدا جدا وفرحانين وفخورين جدا بباباهم أبونا عبد المسيح. ده احنا جايين بقى النهاردة عشان يعني نتعزى منهم ونتكلم معاهم أكتر عن أبونا عبد المسيح. أنا قبل ما أبدأ لقائي معاهم وقبل ما أبدأ كلامي حابب بس أوري حضراتكم حاجة بسيطة خالص وصورة جميلة ورائعة لقدس أبونا عبد المسيح كان دايما بيحتفظ بيها ودايما معلقها في غرفته وفي مكتبه داخل الكنيسة. لو الكاميرا تجيب معايا دلوقتي الصورة بتاعت أبونا عبد المسيح وكمان الكلام المميز اللي مكتوب على الصورة. لو قرينا الكلام اللي أبونا حابب إن هو يحطه على الصورة: كاتب الذي رفع البائس من المزبلة لكي يجلسه مع رؤساء شعبه في المزمور 13. ده كان منهج يعني قدس أبونا في الحياة وهو التواضع والاتضاع. قدس أبونا يعني قصة الصورة ديت إن كان كل ما حد يخش له المكتب كان يقول له: الله يا قدس أبونا الصورة دي جميلة قوي. فهو لما حس بقى يعني ان هو يعني الصورة ديت الناس بتشكر فيها والناس بتمدحه فيها كتب عليها الآية دي علشان دايما تبقى قدامه ودايما يعني يحس بالاتضاع ودايما يحس ان هو قليل وان هو صغير لكنه كبير ومهم جدا في عين ربنا وفي نظر ربنا. عشان كده ربنا اختاره من ضمن يعني المئات من الآباء ومن ضمن المئات من الشعب.